دخلت محاكمة تفجيرات مطار ومترو بروكسل في 22 من شهر مارس لعام 2016 جوهر القضية مع انطلاق تلاوة بيان الاتهامات والأدلة في حق المتهمين العشرة في حضور ممثلي أكثر من 940 من الضحايا وذويهم وأصحاب بالحق المدني. أعتقد أن المؤشرات المتوفرة تفيد بانطلاقة موفقة نحو الحقيقة القضائية، وسيقول أعضاء هيئة المحلفين بعد أشهر كلمتهم بشأن المتهمين إن هم مذنبون أم أبرياء. في قفص الاتهام 9 من بينهم محمد عبريني صاحب القبعة الذي تخلى عن حقيبته المفخخة في مطار بروكسل، تاركا وراءه الدمار والهلع والقتل الذي أحدثه تفجير حقيبتي الانتحاريين إبراهيم البكراوي ونجيم العشراوي صباح يوم الثلاثاء 22 من شهر مارس. في الأثناء كان خالد البكراوي قد فجر حقيبته في العربة الثانية من مترو محطة مالبيك وسط العاصمة. 5 من المتهمين العشرة في بروكسل حكم عليهم بالسجن المؤبد في تفجيرات باريس. جزء من تاريخ المحاكمة كتب في باريس، لكن القصة تتواصل في بروكسل حيث سجلت أحداث عدة بين موعد تفجيرات باريس وموعد تفجيرات بروكسل، ويجب توضيحها هنا. محامو الدفاع وبعض المتهمين هددوا بمقاطعة المحكمة احتجاجا على ما وصفوه بمعاملتهم المهينة من قبل قوات الأمن. رئيسة المحكمة ألقت المسؤولية على وزير الداخلية. طلبنا في كتابنا وزير الداخلية بوقف المعاملة المهينة مثل انحناء المتهم عاريا أمام رجال الأمن والموسيقى الصاخبة. هذه الممارسات لا علاقة لها بالمقتضيات الأمنية. هذا السلوك تواصل حتى اليوم. المتهمون 10، 9 في قفص الاتهام، والمتهم العاشر أسامة عطار متغيب يشتبه في أنه كان المشرف الأول على تفجيرات باريس وبروكسل انطلاقا من دير الزور. تردد أنه قتل في غارة مسيرة في العام 2017 في سوريا. في رسالة صوتية مؤرخة في 21 من شهر مارس العام 2016 يقول الانتحاريان نجيم العشراوي وإبراهيم البكراوي إلى أسامة عطار المكنى أبو أحمد العراقي والموجود أنذاك في سوريا، يقولان بوجوب تحرك المجموعة من دون تأخر، لأن أفراد المجموعة أصبحوا محاصرين ويفتقدون مجرد السكن الأمن. وكان تحركهم في اليوم الموالي صباح الثلاثاء الأسود. نور الدين الفريد، العربية، بروكسل.